شريتي انت مزيان خدمتي مزيان استوديو هيبه داك كلشي مزيان سوبر زعما ستاف راه حاتي ما يكون كيعرف ستاف ديال استوديو هيبه راه الدراري زوينين وزعما كي كنقولوا ولاد الوقت كيعرفوا كلشي ونا غير بقينا سيمانه في هيبه كنعسوا تما كلشي مزيان كانت ليكيب كلها مجموعه واحد لومبيونس واعره بزاف كناكلو تما كنباتو تما كلشي فوالا دونك كاين دي سويت يعني انا كندعو الناس فوالا كندعو الناس يمشيو يكتشفوا يمشيو يكتشفوا هيبه لي زارتيست اللي في المغرب وداك الشيء وحتى يعني الجو العام فاش يكون موسيقي كتخرج اكثر ماشي بحال كتكون كتخرج كترجع للاستوديو تما كتبقى شويه كونسونطري سالينا الالبوم في سيمانه مزيان اخويا ولكن الالبوم تخدم قبل مجدين شوف مجدين اللي مشيتو شفتو تما شجر الاخر حيت الاستوديو كيبدل دابا هيبه مثلا الامبيونس خدمه تماك كتبدل اكزاكتومون لان استوديو بروفيسيونيل ما غاديش ديرها في التقاوي يا شوف كتب لي صافي صافي درتها بعد التفريقه درتها دونك بحال اللي قلت لك هيبه سيت استوديو بروفيسيونيل يعني واعر بزاف تخي بخو وحتى التيم كامل اللي تما كنوجه لهم التحيه لا مهدي لا كلشي الدراري سيمو لادمينستراسيون كلهم تعاملوا معنا مزيان تبارك الله دابا النيفو في استوديو هيبه من قوه من استوديو هيبه النيفو ديال الاستوديو طالع بزاف واعر الماتيريال لومبيونس الحيوطه كلشي كلشي الا دخلتي تماك انت فنان كتحس كتقول انا في استوديو تالمون النيفو ديال الاستوديو طالع بزاف خصني ندير شي حاجه هو طالع بزاف وي اكزاكتلي وقع لك بيان سور وحتى يعني لي زارتيست افريكان ولاو كيجيو بزاف دابا كيسجلوا في هيبه بزاف لي زارتيست افريكان يعني وبزاف الالبومات اللي تسجلوا في هيبه وبنادم ما تيعرفهمش يعني هيبه يعني بالنسبه لي انا زعما واحد الحاجه زوينه اللي عندنا في البلاد و وخاص الناس وحتى الناس زعما اللي ما عندهمش خاص يدفعوا داك القضيه دابا ولات هي دابا مهمه بزاف ان استوديو اللي ولا اللي ولا هو لا سورس ديال بزاف الحوايج ولا بحال اون لاف نقدر نقولوا كاع استوديو هيبه ما نبيعوا الفن بزر واحد ديما نرجع لزر واحد استوديو هيبه ما نبيعوا الفن بزر واحد بزر واحد انت كاين الكونكور هيدا كاين الكونكور لا راه بدا صافي بقات واقيله ديال الورلد ميوزيك هادشي اللي بغينا نقولوا سي الناس ما عارفينش ان كاين الكونكور هادشي يديروا بزاف ديال لي كونكور ديال لي جون طالون منهم بانوا بزاف ديال لي زارتيست بحال ندى ازهري مؤخرا ديال لو تيتر صافي وفوالا ونابورت كيل ارتيست يقدر يصيفط اون ليتر ولا ميل ويسول على لي كونديسيون ويمشي يقدر يفيزيتي يشوف داكشي كي داير باش يسجل الروك البوب يعني اي اكزاكتومون باش يسجل فابور من بعد يقدر faire la demande bien sûr mais ils sont là pour aider les jeunes artistes non mais le concours c'est pas tu le favor ah tu le favor il y a des concours tu le favor بحال هذا exactement يوم بقى خيالي اللي ما خلاني شحال سنين دابا تصفيقه ديال الاستوديو هيبه